إيران توعدت العراق باستئناف عملياتها العسكرية من جديد، بل أنها بدأت بالعد التنازلي من أجل استهداف إقليم كردستان مرة أخرى. كل هذا الأمر أصبح واضحا بتصريحات قادمة من قائد الحرس الثوري الإيراني في شمال وفي غرب إيران، بالإضافة إلى أنه قائد مقر فرقة حمزة سيد الشهداء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهو العميد محمد تقي أصالو. هذا الرجل وضع تهديدات خطيرة وتصريحات خطيرة وثقتها وكالة إيرنا الإيرانية، وهو قال بصريح العبارة بأننا تحدثنا مع حكومة إقليم كردستان واتفقنا مع حكومة إقليم كردستان على حل هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في الإقليم، ولكن للأسف لم يحدث شيئا من قبل سلطات حكومة إقليم كردستان. لا زالت هنالك تحركات داخل حدود حكومة إقليم كردستان وكردستان العراق مزعزعة للاستقرار، ونحن نرى كل شيء، ومن الممكن أن نستهدف هذه الأطراف أينما كانت، ونستطيع أن نضرب القيادات وغيرها من هذه الأطراف المعارضة حتى وهي موجودة في بيوتها. اجتمعنا مع الجانب الآخر، ويقصد هنا الجانب الآخر حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد، اجتمعوا على مستوى 23 اجتماعا من أجل حل هذه المسألة على المستوى الدبلوماسي، ولكن لا طرق حقيقية لحل هذه المسألة. بل إنه أيضا أضاف أصالو هذا العميد الإيراني المهم، وقال بأن حكومة إقليم كردستان قمنا بتسليمها قائمة للأطراف الإرهابية أو العناصر الإرهابية التي نريد من حكومة الإقليم أن تسلمها لنا، لأن هذه الأطراف تتدخل في التظاهرات الداخلية الإيرانية، تسلم السلاح لهذه الأطراف، وبالتالي نريدهم أن يسلموننا هذه الأسماء من أجل القيام بمحاكمتهم، وبأن على حكومة إقليم كردستان القيام بهذا الأمر بأسرع وقت ممكن. كلما كانت الخطوة أسرع كلما كان الوضع أفضل. وهنا يجب أن ننتبه إلى هذه التصريحات، قد يعتبرها البعض تصريحات كالتصريحات التي نسمعها دائما من الحرس الثوري الإيراني، لكن هذا الرجل هو قائد مقر فرقة حمزة سيد الشهداء التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذه الفرقة تحديدا هي التي قامت بأغلب العمليات العسكرية التي جاءت على أقليم كردستان في الأشهر الماضية، إن كانت بالطائرات المسيرة، إن كانت بالمدفعية، وإن كانت بالصواريخ أيضا. وأيضا يجب أن نتذكر بأن هنالك تحشيدات كبيرة تأتي في هذه المناطق المحاذية لإيران، بل إن القوات الإيرانية أيضا بحسب تفاصيل نشرتها NRT باللغة الكردية دخلت على مسافة كيلومترين إلى 3 كيلومترات إلى داخل أراضي حكومة إقليم كردستان، وقاموا ببناء قلاع عسكرية يصل عددها إلى 57 قلعة عسكرية من أجل مراقبة ما يجري ومن أجل أن يرون ما يحدث في هذه المنطقة، بل إن هنالك تحليقا أيضا بالطائرات المسيرة بشكل مستمر حول هذه المناطق من أجل رؤية النقاط العمياء التي لا تستطيع رؤيتها هذه القلاع العسكرية الإيرانية المهمة. أيضا بأن هنالك كان هنالك قصفا كبيرا جدا قد جرى على مناطق سيدكان، على تشومان وغيرها من هذه المناطق، مما جعل العديد من الناس أن يخرجوا وأن يغادروا قراهم، وهذا يعبد الطريق للتقدم العسكري الكبير القادر إيران على القيام به. بالتالي هذه الفرقة هي تريد التقدم، هي تريد مواجهة هذه الأطراف، هي تريد نزع السلاح من هذه الأطراف، وبالتالي تقول إيران هنا بصريح العبارة لحكومة إقليم كردستان بأننا لن ننتظر كثيرا، لن ننتظر أبدا، إن لم تفعلوا شيئا سنفعله بأنفسنا. الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك. هذا العميد في الحرس الثوري الإيراني بدأ يتحدث عن التواجد الأمريكي وقال نحن نرفض التواجد الأمريكي تماما في إقليم كردستان، هنالك علاقة بين حكومة إقليم كردستان وبين الأمريكيين، ولكن نحن نرفض هذا التواجد لسبب مهم، لأننا نرى أن هؤلاء الأمريكيين يدربون هذه الأطراف المعارضة ويمولونهم، وهذه الأطراف المعارضة بدورها تقوم بعملية تمويل هذه التظاهرات التي تجري في الداخل، وبالتالي هذا وجود يهدد الأمن القومي الإيراني، وبأننا نرى كل شيء يفعلونه الأمريكيون في إقليم كردستان، ما يقومون بإرسال إلى المطارات، التحركات التي يقومون بها ونستطيع استهدافهم وهم يعلمون، الأمريكيون يعلمون كيف نستطيع استهدافهم بالطائرات المسيرة وبالصواريخ وبغيرها. وهنا وجه رسالة أخرى لحكومة إقليم كردستان وقال بصريح العبارة بأننا لو كنا في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في هذه المنطقة
فإن حكومة إقليم كردستان وإقليم كردستان هو الذي سيدفع الثمن غاليا. لاحظ هنالك أكثر من سبب الآن لإيران لاستهداف إقليم كردستان. الآن كان الحديث عن هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في الإقليم، الآن الحديث عن الأمريكيين، كان الحديث سابقا عن الموساد الإسرائيلي، وبعد ذلك أيضا نتذكر في مارس وفي أبريل الماضي وحتى في مايو كان الحديث عن الطاقة تحديدا وارتباط مسألة الطاقة في مواجهة روسيا وغيرها، وبأن إيران تهدف لعملية مساندتهم. على هذا الأساس الأسباب متعددة، وممكن لأي من هذه الأسباب إيران أن تختار وتقوم بضرب إقليم كردستان. وفيما يتعلق بالتهديد الذي ذكره هذا العميد ثبت الآتي كما وثقته وكالة إيرنا: نرفض أي وجود أمريكي على الحدود مع إيران، وحين سنواجه الأمريكيين فإن كردستان العراق هي التي ستدفع الثمن. التصريحات تأتي هذه المرة من إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب مهمة للغاية يجب أن ننتبه إليها. هذه تأتي بسبب أن الأمريكيين بدأوا يركزون على قضايا لا تريدها إيران نهائيا. روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران كان قد صرح لبلومبرغ الأمريكية التي ترونها أيضا يوم أمس، قال: بالنسبة إلينا لن نركز على مسألة العودة للاتفاقية النووية حتى وإن كانت إيران قد رفعت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو، وبالتالي هي تخصب اليورانيوم في منشأتين مختلفتين نسب عالية للغاية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال بأن هذا أمر خطير، إيران تقترب شيئا فشيئا من التخصيب على المستوى العسكري، ألا وهو بمستوى 90% الذي يمكنها من الوصول للقنبلة النووية. روبرت مالي قال: لن يهمنا هذا الأمر، سنركز على قضيتين في إيران، سنركز على مسألة السلاح وشحن السلاح العسكري الإيراني المستمر إلى روسيا، وهذه مسألة قد تعني بالنسبة للولايات المتحدة أنها لن تذهب فقط لمعاقبة الشركات أو معاقبة الأفراد التي تقوم بشحن هذه الأسلحة لروسيا، بل قد تكون لضربها، أي ضرب هذه الطائرات وطائرات الشحن الإيرانية التي نراها بين فترة وأخرى وهي تغادر ذهابا وإيابا من طهران إلى موسكو ومن موسكو إلى طهران. الكثير من هذه الرحلات التي أظهرت الطائرات المسيرة، وقد تظهر قريبا الصواريخ البالستية في ظل تقارير متضاربة ظهرت الشهر في الشهرين الماضيين بأن إيران تهدف لهذه المسألة. المسألة الأخرى بأن روبرت مالي أيضا قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تركز أيضا على التظاهرات الجارية في الداخل الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان كما وصفها التي تأتي من النظام الإيراني تجاه هذه التظاهرات، خاصة وأن هنالك موعدا كبيرا للتظاهرات يوم غد سيستمر لمدة يومين، وهذه التظاهرات ستزيد من نقاط التظاهر كما تلاحظون. بحسب معهد دراسات الحرب والكريتيكال ثريتس تعاونوا في مسألة تحديد التظاهرات التي جاءت على الأقل يوم أمس في 5:30 مساء بتوقيت طهران. كما تلاحظون هنا التظاهرات تأتي في هذه النقاط في سنندج، في طهران، في كرج، هذه التظاهرات مستمرة، من الممكن أن تزداد النقاط بسبب موعد التظاهرات الذي ذكرناه لكم. هنالك مشكلة لدى الإيرانيين، المشكلة هي تأتي أيضا مع القوات الأمنية الإيرانية، صدق أو لا تصدق لديهم مشكلة مع الحرس الثوري الإيراني. فبحسب إيران انترناشنال كشفت بشكل حصري بتصريحات من أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني لهذه الوكالة المعارضة للنظام الإيراني، توضح بأن إيران قد طالبت واستدعت 1000 من عناصر الحرس الثوري الإيراني المتقاعدين لمواجهة المتظاهرين، و300 فقط هم الذين وافقوا بعملية الانضمام، أي 700 من عناصر الحرس الثوري الإيراني لم يوافقوا نهائيا في المشاركة ضد هؤلاء المتظاهرين. بل أيضا تفصيلا آخرا نشرته إيران انترناشنال مؤخرا قالت بأن كان هنالك عملية إلقاء قبض على 115 عنصرا من القوات المسلحة الإيرانية المتضامنين المتعاونين المتعاطفين مع المتظاهرين في الداخل الإيراني، وهذه توضح طبيعة خطورة الموقف الذي يأتي حتى على مستوى القوات الأمنية الإيرانية وليس فقط على مستوى التظاهرات. وطبعا إيران انترناشنال قالت بأنها تحصلت على هذه المعلومات بعد عملية اختراق ناجحة، عملية قرصنة ناجحة تمت في 26 نوفمبر على وكالة
فارس الإخبارية وجدوا كل هذه الملفات والوثائق وأخذوها طبعا وسلموها إلى إيران انترناشنال. ما يزيد الطين بلة على إيران وليس ما هو قادم من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيزها على الشحنات العسكرية إلى روسيا أو حتى تركيزها على التظاهرات وتركها لمسألة العودة للاتفاقية النووية التي من الممكن أن توفر الكثير من الأموال لهم التي قد تساعدهم حتى في مواجهة هذه التظاهرات. بل إن أوروبا أيضا والمزاج الأوروبي قد انقلب تماما. The Guardian وضحت وقالت اليوم يعتقد بعض كبار الدبلوماسيين الأوروبيين أنه تم الوصول إلى نقطة تحول لا رجعة فيها ولن تتعافى منها القيادة الإيرانية. والمشكلة بأن إيران تحاول حل هذه المسألة. بدأت الأنباء تأتي وبدأت بسرعة من المدعي العام على سبيل المثال الموجود في مدينة قم، قال بأن البرلمان الإيراني السلطة القضائية بدأوا بالعمل على مسألة قانون الحجاب، وطبعا قانون الحجاب الموجود في إيران هو قانون إلزامي ملزم المرأة في إيران أن ترتدي الحجاب. الآن يفكرون في عملية تعديل هذه المسألة وتعديل هذا القرار الكبير الذي جاء في عام 1983 وأصبح إلزاميا على الجميع. يحاولون حل هذه المسألة من أجل حل القضية وإنهاء هذه التظاهرات لأن الضغط يبدو كبيرا وكبيرا للغاية.